والاتفاق افضل كتير من اي حاجه تانية. وعلى كل حال احنا مع منسقين مع اشقائنا في السودان على الاجراءات، واحنا هنتحرك مع، احنا بنعلن وبناكد للعالم عداله القضيه بتاعتنا وفي اطار القانون الدولي. وبالتالي بقول في اطار القانون الدولي والاعراف الدوليه ذات الصله بحركه المياه عبر الانهار الدوليه. نتحرك اكتر، ننسق مع بعضنا اكتر، اشقائنا في الدول العربيه والافريقيه هيطلعوا على الامر وهم بيشوفوه دلوقتي بالتجربه والنتائج بتاعتها. في النهايه انا بقول لكم تاني وبقول للاشقاء في اثيوبيا، بلاش ان احنا نصل لمرحله انك انت تمس نقطه ميه من مصر، لان الخيارات كلها مفتوحه، الخيارات كلها مفتوحه. اي حاجه ولا